في زيارة تفقدية للشرطة العسكرية لوكيل محافظة تعز لشؤون الدفاع والأمن اللواء عبد الكريم صبري برفقة أركان حرب محور تعز العميد عبد العزيز المجيدي، أكد على أهمية الجاهزية واليقظة الأمنية لحفظ الأمن والسكينة العامة لسكان مدينة تعز والدفاع عن المدينة حتى النصر وفك الحصار عنها، وكما اطلع على احتياجات الشرطة العسكرية وجاهزيتهم العالية من خلال الحضور الفعلي في مناحي الحياة بالمدينة وبمداخلها ومخارجها. وأشاد الصبري بدورهم الملحوظ منذ تأسيس الشرطة العسكرية ونتائجها الإيجابية المشرفة. نشكر القيادة العسكرية على إليها الاهتمام بالشرطة العسكرية والقيام بهذه الزيارة إلى الشرطة العسكرية التي تعتبر صمام أمان القوات المسلحة، ونتمنى أن تكون هناك زيارات من جميع المسؤولين وخاصة في التغييرات الجديدة التي حدثت في بلادنا بتعيين مجلس رئاسي بقيادة الدكتور رشاد العليمي. نتمنى أن يكون هناك اهتمام خاص بالجيش وبالشرطة العسكرية خاصة، لأن الشرطة العسكرية عليها مهام كثيرة، عليها مهام انضباطية كثيرة داخل الجيش اليمني. فنتمنى أن تكون هناك زيارات أخرى لهذه المؤسسة، وهذا يدل كما ذكرنا سابقا على اهتمام القيادة العسكرية بالقوات المسلحة وخاصة بالشرطة العسكرية. والشرطة العسكرية إن شاء الله في جاهزية كاملة لتنفيذ أي مهام قد تطلب منها في أي وقت من الأوقات لتنفيذها على الأرض هذا. ونتمنى أن يكون هناك اهتمام بالشهداء وبالجرحى، بأسر الشهداء وأسر الجرحى، حتى تستمر هذه الوحدة في العطاء وفي ردف الجبهات العسكرية من الوحدات العسكرية بالأفراد وبالأبطال الذين يقفون إلى جانبهم في متارس العزة والشرف. الشرطة العسكرية جاهزة في أي وقت في أي لحظة، سواء في الليل في النهار في أي وقت، يعني في الحر في الشتاء جاهزة بأي مكان بأي تحركات بأي حاجة، نحن مستعدين من أجل الوطن والدفاع عن محافظة تعز خاصة. الشرطة العسكرية صمام أمان للوطن ولتعز خصوصا، فهي دائما عنوان الجاهزية والحضور. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز.